هنعمل الكعك التركي. الكعك التركي عبارة عن كيلو من الدقيق الأبيض، دقيق القمح العادي، كوباية من الزبادي، وهنا بتكلم كوباية كوباية المعيار اللي احنا عملنا بيه بقية المعيار، كوباية من المية الدافية، كوباية من الزيت النباتي، بيضة كاملة، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر. دي المقادير بتاعت الكعك. بعد كده عندي سمسم وعسل اسود، دول للوش، ومعاهم المحلب المطحون، ومعاهم طبعا اكيد في رشه ملح المحلب مع العجينه نفسها، ورشه الملح مع العجينه نفسها. اما للوش عندي عسل اسود وعندي سمسم. اوكي اوكي هنا هنمشي بالعكس، هحط المقادير السايله الاول وبعدين هنزل بالدقيق واحده واحده. فانا هحط هنا ادي الزيت عكس اللي احنا متعودين عليه يعني، وعلى الزيت هنزل الزبادي، الميه وتكون يفضل دافيه لان عندي خميره فوريه، البيضه، اشغل العجان. بسم الله. اخلط كل دول ببعض الاول. طيب انا دلوقتي احتمال ما استخدمش كل الدقيق ده، يبقى اعمل ايه بقى عشان اكون واثقه؟ هاخد الخميره على السكر على المحلب اهو، وهاخد عليهم شويه دقيق ورشه ملح. تاني المحلب هنا ورشه الدقيق والخميره الفوريه وعليهم معلقتين من الدقيق، احط دول الاول. خلاص انا ضمنت كده ان انا نزلت المقادير. بعدين ابتدي انزل بقى الدقيق واحده واحده براحتي وانا مطمنه. اوكي اوكي تمام. اما اوصل لنص كميه الدقيق زي ما بنعمل مع السائل بالظبط، هوقف، هنزل الجناب واطلع القعر بتاع العجان كويس، وبعدين اشوف انا محتاجه دقيق تاني ولا لا، عشان كل نوع دقيق مختلف عن التاني، فما تهورش بالذات طالما ما بعجنش بايدي، يعني مش هبقى عارفه اخد قرار. فدلوقتي اعمل كده، هنزل خلاص انا بنظري كده هياخد كل المقدار، انتوا لو مش واثقين نزلوه برده واحده واحده، لكن انا كده بالنسبه لي تمام. طيب عايزين جوه العجينه شويه سمسم، ممكن نحط رشه سمسم جواها. عايزينها ساده، اوكي مفيش مشكله. دي العجينه اللي احنا خمرناها قبل الهواء وحطينا فيها رشه سمسم، هنعمل فيها ايه؟ بصوا خمرانه ازاي اهي، هعملها كور صغيره عشان ابتدي اشكل فيها اهي، ما عملتش حاجه خالص يعني، بس كور كده صغيره اهي، بحاول انها تكون قد بعض على قد ما اقدر. وبعدين هبتدي اعمل كده واخلي الحجم معقول لانها لسه هتنفش شويه، لان دي عجينه فيها خميره، فاحنا خمرنا اول تخمير وبعدين هنشكل ونسيب تخمر تاني، وبعدين هتدخل الفرن. اي خمير، اي عجينه فيها خميره بتخش الفرن بتنفش شويه في الفرن، فنعمل حسابنا لده. وبعدين اقفل هنا كده اهو، فانا كده عملت كحكات صغيره، طبعا الحجم انتوا حرين فيه والشكل كمان انتوا حرين فيه اهو. اوكي هعمل ايه بقى في الكحكات دي بعد ما اشكلها؟ تمام، هقوم جايبه العسل الاسود والسمسم اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول. بسم الله. وعندي هنا طبعا صاج عليه ورق زبده، وورق الزبده لا غنى عنه، او الشيتس بتاعت السيليكون، ودي طبعا بتبقى موفره اكتر لان هي اغلى، لكن بتقعد وقت اطول كتير عندنا، ف لابد منها عشان ما نبوظش الصواني. اقفل كده بس اتاكد ان انا قافله، وبعدين اخد ده. بسم الله
في العسل الاسود كده واصفي واقوم واخده في السمسم. طلع بصوا واقوم حطاها على البيكنج شيت هنا. ودلوقتي هندخل على طول على الفرن من فوق ومن تحت درجة حرارة 180-190 مدة قد إيه؟ نقول ممكن 5 دقايق 7 دقايق تقريبا 190-200 فوق وتحت شغال. لما هطلعه مش هرفعه من الصاج، ده زي البقسماط مش هرفعه من الصاج غير لما ياخد يهدى خالص ساعتين ثلاثة وبعدين أبتدي أرفعه وأشوف إيه هعمل فيه إيه، أوكي؟ عشان ما يتفتتش مني.